السلام عليكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل مع بعض تعلم أساسيات برنامج الأكسل، وهنعرف في الفيديو إن شاء الله أو درس اليوم التنسيق الشرطي بالنسبة لبرنامج الأكسل. والتنسيق الشرطي ده معناه إن الخلية بتتنسق حسب الشرط اللي احنا حاطينه ليها، يعني مش بتتنسق يدوي، بتتنسق أوتوماتيك. وإن شاء الله هنتعلم مع بعض الأداة اللي هي conditional formatting اللي هي الخاصة بالتنسيق الشرطي. احنا واقفين في الهوم، وده دي conditional formatting. لو ضغطنا عليها كده في أول اختيار في كذا اختيارات تانية، تمام؟ أول اختيار ده في اللي هو الهايلايت سيلز رولز، أول اختيار اللي هو أكبر من، لو احنا عايزين مثلا ننسق مثلا حاجة اللي هي أكبر من، زي مثلا كده. مثلا لو ضغطنا على العمود ده كله، طبعا قبل ما ننسق باللازم نختار المجال اللي احنا هننسقه، ونطلع كده واخترنا مثلا ايه اكبر من. هو هنا بيحدد لك اكبر من كام. هنقول مثلا اكبر من 1000 بالشكل ده. هتلاحظوا ان هو علم على كل القيم اللي هي اكبر من 1000، تمام؟ وطبعا هنا بيقول لك عايز تنسقها ازاي، عايزها مثلا كده، عايزها كده، عايزها مثلا كاستوم فورماتنج، يعني حاجة خاصة بيفتح لك كده وتختار انت اللون اللي انت عايزه بالشكل ده، وبعدين تقول اوكي وهكذا، تمام؟ او ولو ضغطت كده اوكي هيبقى لون لك القيم اللي كلها ايه اكبر من 1000. طيب انا جيت غيرت القيمة دي وخليتها مثلا 900 بالشكل ده، اللون بتاعها يختفي لانها مش اكبر من 1000. طيب خليت القيمه دي 1000، قصدي 1100، طالما اكبر من 1000 بالشكل ده مثلا 1110، يبقى اللون بتاعها هياخد اللون اللي احنا اخترناه، تمام؟ كويس. يبقى احنا عشان نشيل بقى التنسيق ده لو احنا مش عايزينه او عايزين نغيره مثلا، هنعلم عليه كده برضو، وهنروح عند conditional formatting وهنقول clear rules او مسح للقوانين اللي احنا عملناها في التنسيق الشرطي. هنختار اول واحد ده كده، خلاص كده اتمسحت، تمام. لو مثلا احنا عندنا تاني اختيار، هنعلم برضو كده ونروح عند conditional formatting ونختار اقل من less than او less than، اوكي. هنروح ضاغطين عليه كده. اقل من كام؟ هو بيديك رقم افتراضي. طب احنا عايزين مثلا اقل من 500 بالشكل ده، اهو طلعينه مربع واحد. الاولانيه كانت اكبر من، دلوقتي اقل من 500، تمام. يبقى احنا كده طيب نروح عند الاختيار اللي بعديه between. هو انا جاب لك مربعين بتوين، انا مثلا قلت ما بين مثلا ايه 1000 وما بين 1500 مثلا بالشكل ده. هيعلم لنا المربعات او الخلايا اللي هي ما بين ال1000 وال1500 بالشكل ده، تمام. ولو احنا دوسنا اوكي هنيجي مثلا هنا، لو قللناها عن ال1000 خلينا مثلا 700 بالشكل ده، طبعا الخلية تنسيقها هيروح. رجعناها تاني 1200 مثلا، طبعا الايه الخلية لونها هيجي. يبقى دي تنسيق اوتوماتيك. والتنسيق الشرطي هو التنسيق الاوتوماتيك الغير يدوي، تمام. يبقى برضو زي ما اتفقنا كده هنلغي التنسيق ده عشان نطبق فكرة جديدة تانية في التنسيق. هنلغيه كده من هنا كلير من ايكرو كده اتلغى، تمام. طيب انا عايز اعمل حاجة تانية. شايفين مكسب وخسارة؟ انا عايز مثلا اول ما تيجي كلمة مكسب دي اهو موجودة في الحتة دي، كل الصف اللي هو مكتوب فيها مكسب تتلون مثلا باللون الاخضر، ولما تيجي كلمة خسارة كل الصف بتاع اللي قصاد كلمة خسارة تتلون مثلا باللون الاحمر، عشان اميز المكسب من الخسارة بسرعة، ما اقعدش ادور على الكلمات. نعملها ازاي؟ اول حاجة احنا هنختار كده
بالشكل ده كل الجدول بتاعنا، النطاق اللي فيه البيانات بتاعتنا. ونختارش الرؤوس من اول هنا اهو، من اول هنا كده ونختاره كده، ونروح عند conditional formatting اللي هو التنسيق الشرطي، ونعمل حاجة اسمها new rules، قانون جديد او معادلة جديدة احنا هنعملها عشان الشرط ده يتحقق. اول ما نضغط عليها كده هيجيلنا اختيارات، هنختار اخر واحد اللي هو ده use formula to dynamic which sales to format بالشكل ده، وهنيجي هنا في المستطيل ده وهنضغط عليه كده. هنقول مثلا شرط اني انا مثلا عامل نسبة ارباح، اني لو النسبة دي بالشكل ده اكبر من، خليكم معايا، اكبر من مثلا 0%، 0%، تمام، هنا هتديني مكسب لان اكبر من 0% مكسب. طيب علامات الدولار دي حرف الاس، لانه حرف الاس دي علامة الدولار، دي هنشيل اول علامة اللي هي ما بين الاسم الخالية وما بين الرقمها بالشكل ده عشان تتثبت على الجدول كله، ما تنسوش الخطوة دي ضرورية جدا. يبقى هتبقى باللون ايه؟ اول ما تبقى اكتر من 0% لونها لي، نخش ندخل على فورماتنج نلونها لي باللون الاخضر، ونعمل اوكي هنا واوكي هنا. اديكوا شايفين كل ده مكسب اكتر من 0%، 40 75 50 13 122. طيب انا دلوقتي عايز، طب الاقل بقى من 0% الخسارة عايز الونها بلون تاني، هعلم برضو كل النطاق بتاعي كده تمام، وهروح عند conditional formatting واقول new rule بالشكل ده، واختار اخر واحدة واجي هنا، وبرضو على نفس المربع اللي انا اخترته بالشكل ده لو ده، وهنشيل الاس اللي هي دي، هنشيلها كده نلغيها، ونقول اصغر من بقى المرة دي، اصغر من اللي هي اصغر من، علامة اصغر من الكيبورد تمام، 0%، هنخليها بلون ايه؟ فورمات، هنخليها مثلا باللون الاحمر بالشكل ده، تبقى خسارة. هنعمل اوكي واوكي. ملاحظين ان الالوان كلها حسب الشرط اللي انا عملته اتنسقت اوتوماتيك. طيب هل ده ثابت؟ لا مش ثابت. طب فرضنا مثلا ان المكسب ده تحول خسارة، يعني مثلا جينا هنا سعر الجملة 3200، جينا نبيعه مثلا بعناه ب 3000، يعني خسرنا فيه اهو بقت 3000. لو ضغطنا كده اوكي انتر اتحولت لخسارة اوتوماتيك، لونها اتغير بقى احمر على طول. طيب اللي تحتها دي كانت خسارة، سعر الجملة 1000 عايزين نبيعها بعناها مثلا ب 1300 بالشكل ده، لو دوسنا انتر اتحولت لمكسب، وتحولت للون بتاعها اللي هو لون المكسب اللي احنا محددينه في الفورماتنج، كونديشنال فورماتنج اللي هو التنسيق الشرطي. تمام كده فهمنا الوضع اللي هو ازاي نعمل النيو رول. تمام هنمسح كل التنسيق ده كده عشان نشوف حاجة تانية. احنا قلنا بنمسحه من هنا clear rules، اول واحدة اللي هي clear rules from selected sales اللي انا معلم عليهم يعني بالشكل ده كلهم اتمسحوا. طيب لو انا مثلا عندي في الكلام في التكست، تمام انا دلوقتي طبقت الفورماتنج سيل على اللي هي الارقام، طب نعملها في الكلام. لو دخلنا هنا مثلا ودخلنا في اول اختيار كده واخترنا تكست اللي هي كلمة او جملة بالشكل ده، وكتبنا مثلا حرف، اظهر لي الكلمات اللي فيها مثلا حرف السين، لا حرف السين تعال نكتب عربي، حرف السين بالشكل ده، ولو الهاني مثلا باللون ده
وعملنا له اوكي. هنا جاب لك اوتوماتيك كل الكلمات اللي فيها حرف السين زي ملابس وسجاد. طيب لو جينا هنا غيرناها بقت مثلا ايه سجاد تاني وعملنا انتر، اتلونت بنفس التلوين، رجعناها تاني مفروشات. ضاع التلوين منها اللي هو التنسيق منها. فهو التنسيق الشرطي ده تنسيق مهم جدا، يعني بيسهل لنا ان احنا بنشوف البيانات بصورة اكتر او بصورة اوضح. ورب تكون استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة، هو فيديو مهم قوي وهيساعدكم كتير، وده يعتبر من اهم اساسيات برنامج الاكسل. طبعا احنا عشان نشيل التنسيق اتفقنا بنطلع هنا كونديشن فورماتنج وبنعمل كلير بالشكل ده، كلير رولز فروم سيلكتد سيلز بالشكل ده. تمام، عندنا ايه تاني؟ طبعا هنيجي بقى ننسق الجدول ده كله مع بعض عشان نشوفه يبقى شكله عامل ازاي. تمام، نسبة الارباح دي هنخليها اللي هي دي مثلا دي كده زي ما انتم شايفين بشكلها. طبعا ايه شكلها؟ بشكل احترافي، معمول بشكل احترافي. النسبة اللون حسب النسبة اللي موجودة، 40% غير 75 غير ماينس 6 وهكذا. تمام، طيب بالنسبة مثلا للمكسب والخسارة احنا قلنا هنحدد كل ده كده وهنعمل نيو رولز وهنقول هنا نختار هنا اخر واحد ونيجي هنا كده ونقول لو ده وهنشيل حرف الاس. انا بعيدها تاني برضه عشان تعرفوها، حرف الاس ده ضروري يتشال عشان تتثبت على كل الجدول. لو ما شلتش حرف الاس ده اللي هو التاني ده يبقى هتتثبت على الصف اللي انت واقف فيه بس، انما لو شلناه يبقى احنا طبقناه على الجدول كله. هنقول مثلا اكبر من، اللي هو اكبر من بتيجي منين؟ شيفت زين، اكبر من شيفت زين. تمام، صفر في المية، في المية بتيجي شيفت خمسة. يبقى هنعمل له فورمات ايه بقى؟ فورمات مثلا اخضر ونقول له هنا موافق وهنا موافق زي ما انتوا شايفين كده. طيب لو عايزين مثلا اخترنا كده وعايزين نعمل الخسارة هنعملها تاني، نطلع عند كونديشن فورماتنج ونختار نيو رول وهنختار اخر واحدة وهنيجي هنا المستطيل ونختار المربع ده برضو، احنا رابطينه بالنسبة. تمام، نختار المربع ده كده وهنشيل حرف الاس ده، لازم يتشال عشان تتطبق على الجدول كله زي ما انا قلت لكم. اهو بس هي صعبة شوية، اهي اتشالت. وهنقول هنا المرة دي اصغر من، الاصغر من بتبقى شيفت واو صفر في المية. هنعملها باللون مثلا الاحمر اهو زي ما انتوا شايفين كده، موافق موافق اهو زي ما انتوا شايفين كده. اي تغيير في الجدول التنسيقات دي هتتغير اوتوماتيك زي ما قلنا بالظبط. مثلا الخساره دي هنحولها لمكسب مثلا، عملناها ب 1200 على طول اتحولت اوتوماتيك. المكسب ده هنحوله مثلا لخساره كده مثلا، اتحولت على طول. ده مكسب، هنا المكسب مثلا هنحوله لخسارة، هيبقى مثلا كام؟ سعر البيع، سعر الجملة 600، سعر البيع مثلا نخليه 300 بالشكل ده بقى خسارة وهكذا. فاحنا كده عرفنا الكونديشن فورماتنج ايه اللي احنا ممكن نستخدمه او نطبقه ازاي على الجدول وازاي نستفاد منه
في شغلنا على الاكسل. ورب تكونوا استفدتوا النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد لتعلم اساسيات برنامج الاكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.